السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ لقاءاتنا أو أول لقاءاتنا حول شرح بعض من الحكم النبوية المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث مختارة ومنتقاة من كتاب الشهاب للإمام القضاعي. وقبل أن نبدأ بالأحاديث وشرحها، أحاديث الحكمة وشرحها، سنقف عدة وقفات قد تطول قليلا، يعني ربما تأخذ غالب هذا اللقاء، ثم بعد ذلك نبدأ بقراءة الأحاديث وشرحها. نرجو أن يكون شرحا أيضا موجزا حتى نستطيع أن ننتهي من الأحاديث كلها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهي كما ترون أظنها 182 حديث حسب اختيار الإخوان الذين اجتهدوا في انتقاء هذه الأحاديث من القائمين على هذه الندوة المباركة، جزاهم الله خيرا. أول الوقفات مع كتاب الشهاب، نقف مع كتاب الشهاب، كتاب الذي اختيرت منه هذه الأحاديث. مؤلف الكتاب كما ترون في اللوحة هو محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري، أحد المحدثين المشهورين والقضاة والفقهاء ممن عاش في القرن الخامس الهجري، حيث توفي سنة 54 و400 للهجرة، سنة 54 و400 للهجرة. وكان ممن جمع صنوف العلم، فكان محدثا وفقيها وأديبا ومؤرخا، وله كتب في جميع هذه الفنون، له كتب في الفقه والحديث والفقه والأدب والتاريخ. ومن أشهر كتبه هو هذا الكتاب الذي هو اسمه كتاب الشهاب، وهو كتاب خصه بأحاديث الحكمة، وضع فيه ما يزيد على 900 حكمة، ما بين 900 أو 1000 حكمة. وبعد أن ألف الكتاب، بعد أن ألف كتاب الشهاب، وهو كتاب محذوف الأسانيد، لم يذكر فيه الأسانيد، رغب إليه بعض المحدثين أن يذكر أسانيد هذه الأحاديث وألا يذكرها دون أسانيدها، على منهج المحدثين ورغبة منهم في معرفة الصحيح والضعيف، لأنه كما تعرفون من لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ومن المهم جدا إبراز الإسناد حتى يستطيع المحدث أن يعرف صحة الحديث من ضعفه. فبعد أن رغبوا إليه بذلك ألف كتاب مسند الشهاب، مسند الشهاب، وقد طبع هذا الكتاب واعتنى به العلماء حقيقة عناية لا بأس بها، فعدد كثير من العلماء قام بتخريج أحاديث هذا الكتاب، يعني ببيان من أخرجها ورواها من أصحاب الكتب المعتبرة المشهورة، وبيان صحيحها من ضعيفها، الحكم على هذه الأحاديث بالصحة والضعف. وأيضا هناك من اعتنى بشرحها، وممن اعتنى بشرحها السلجماسي، محمد منصور السلجماسي، وهو من علماء القرن السادس الهجري، وهو الذي تجدون شرحه موجود في المقرر الذي يوجد لديكم، وهو من أقدم الشروح لهذا الكتاب، من أقدم شروح كتاب مسند الشهاب. هذا تعريف موجز عن الكتاب. طبعا من المهم أيضا أن ندرك أن أحاديث هذا الكتاب ليست كلها أحاديث صحيحة، بل للأسف يكثر فيها الأحاديث غير الصحيحة. ولذلك يعني لما حصل التشاور مع اللجنة العلمية في القائمة على هذه الدورات،
اقترحت عليهم أن يشكلوا لجنة لاختيار بعض الأحاديث من هذا الكتاب التي يكون قد حكم بقبولها ولو إمام من الأئمة، يعني بغض النظر عن قضية الراجح أو المرجوح في الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، أن يكون هناك أحد العلماء حكم بقبول هذا الحديث كشيء من الانتقاء والاختيار من أحاديث هذا الكتاب، وقد قاموا بذلك بهذا الأمر حقيقة وأدوا ما عليهم جزاهم الله خير. يبقى أنه في مسائل وحديث فيها خلاف في صحتها خلاف، وقد يترجح عندي ضعفها، وسأبين ذلك قدر المستطاع باختصار أثناء مرورنا على أحاديث على الأحاديث التي هي موجودة ضمن هذا المقرر. لكني حقيقة لن أتوقف كثيرا عند الأحاديث، و يعني سأذكر لكم الآن سياستنا في شرح هذه الأحاديث أو في قراءتها. لن أعتبر هذه الأحاديث أو لن نعتبر هذه الأحاديث جميعا كلها أحاديث ثابتة، منها الثابت ومنها الضعيف كما ذكرنا، لكن يكفينا أنها كلمات حكمة، كلها كلمات حكمة حقيقية وتستحق الوقوف عندها والاعتبار بها. فهي وإن لم تثبت أو وإن لم يثبت بعضها عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد ثبت كثير منها، لكن حتى البعض الذي لم يثبت فهي حكمة أنتجتها الثقافة الإسلامية. هذه الحكمة أنتجتها الثقافة الإسلامية المبنية على الكتاب والسنة، فهي إن لم تكن بألفاظها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي بمعانيها ثابتة في الكتاب والسنة. وسنحرص بإذن الله تعالى على أن نبين عند كل حكمة خاصة التي يكون في إسنادها خلاف أو لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن نبين ما أخذها من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتى لو لم تصح بعض أحاديث هذا المقرر فهي نستطيع أن نقول تمثل الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي، بدليل أنها يعني الذين رووها لم يروا أنها تستنكر أن تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عصور متقدمة ومن قرون متقدمة في خلال القرون الأولى الإسلامية. فهي حكمة، كل ما في الكتاب حكمة إسلامية، كل ما في هذا الجزء حكمة إسلامية بغض النظر عن كونه ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة كما قال أحد الزهاد لما سئل عن الحكمة وعن إسنادها فقال الحكمة إسنادها وجودها. يعني إذا سمعت الحكمة ما يلزم أن تقول ثبتت أو ما ثبتت، هي حكمة تستفيد منها إذا سمعتها، تستفيد منها إذا سمعتها بغض النظر عن من قالها. إذا كنا كما سيأتي إن شاء الله وهو ثاني حديث لكننا سنشرح أول حديث، الحكمة ضالة المؤمن، إذا سمعت الحكمة من كافر أنت مطلوب منك أنك تستفيدها وتعتبر بها وتأخذ بها، فكيف إذا كان إسنادها ضعيفا فقط أو إذا لم تقف على إسنادها؟ فالحكمة إسنادها وجودها. ولما سئل عبد الله بن مبارك الإمام المجاهد المشهور عن الحكمة يجدها الشخص ولا يعرف لها إسنادا، المحدثون تعودوا إنهم ما يروون شيء إلا بإسناد، حتى الطرفة والنكتة يروونها بالسند. فسئل عبد الله بن مبارك عن الحكمة إذا وجدت ولم يوجد لها إسناد ما العمل؟ قال إذا وجدته مكتوبا على الجدار فاعمل به. هي حكمة، لو وجدتها مكتوبة على الجدار وأنت ماشي ما في داعي أنك تسأل من كتبها وما هو إسنادها، هي حكمة فائدة تستفاد ينبغي أن تعتبر بها في أن وجدتها. وبالتالي أحاديث هذا الكتاب كلها كما سنقف وخاصة الجزء المنتقى كلها حكم تستحق أن يستفاد منها. أيضا الحقيقة سننبه في مسيرتنا في هذا الكتاب إلى في بعض الأحيان إلى معاني خاطئة لبعض الحكم الصحيحة، حتى الحكمة قد تفهم بطريقة خاطئة فتؤدي إلى نتائج عكسية عكس المقصود من الحكمة. مفترض أن الحكمة
تكون نتائجها حكيمة، حق وفضيلة. فإذا فهمت خطأ ربما أدت إلى خلاف مقصودها، خلاف الحق والفضيلة. فسننبه في بعض الأحيان إلى معاني قد تفهم من بعض الحكم وهي معاني خاطئة، ليست هي المعاني التي قصدت عندما أطلقت تلك الحكمة. هذه تقريبا الوقفة الأولى لبيان، أو الثانية، الأولى التعريف بالكتاب والمؤلف، والثانية خطتنا في شرح والتعليق على هذه الكلمات النيرات. الوقفة الأخرى الثالثة، نريد أن نقف وقفة سريعة مع الحكمة، تعريفها وضوابطها وطريقة معرفتها وما إلى ذلك. لن أطيل في التعريف اللغوي، يقول أنه أخذ من حكمة اللجام، الحكمة مأخوذة، يقولون من حكمة اللجام. حكمة اللجام هي الحديدة التي توضع في لجام الفرس أو الدابة عموما، التي من خلالها يستطيع الفارس أن يوقف هذا الحصان أو يوجهه يمينا أو شمالا، يعني يتصرف به. ويقول أن الحكمة وصفت بذلك لأنها هي التي تقود الإنسان إلى ما فيه صلاحه. فهذه هي أصل معنى كلمة الحكمة في اللغة. وأما الحكمة إذا أطلقت في تعريف الناس وفي مراد الناس، فهي الحق والفضيلة مما تشتد حاجة الناس إليه. الحق والفضيلة مما تشتد حاجة الناس إليه من الأقوال والأفعال. الحق والفضيلة مما تشتد حاجة الناس إليه من الأقوال والأفعال. وبذلك نعرف أن أول ضابط يضبط الحكمة أنها حق وفضيلة. هذا أول ضابط وأول قيد في الحكمة. فإذا وجدت كلمة لا تدل على حق أو فضيلة فلا تصدق أنها حكمة، اختل فيها أول أركان الحكمة. الأمر الثاني، تشتد حاجة الناس إليه. طبعاً وحاجة الناس تختلف حقيقة من شخص إلى شخص، قد تشتد حاجة إنسان إلى شيء ولا تشتد حاجته إلى شيء آخر. ولذلك قد يعتني إنسان بكلمة ويعتبرها بالنسبة له مفتاح نجاته، وشخص آخر لا يلتفت إليها لأنه ليس في حاجة إليها. فمثلاً الذي يكون في أزمة اقتصادية، إذا جاءته حكمة اقتصادية تفك له هذه الأزمة، سيعتبر هذه الحكمة هي أنفس ما يكون. لكن إذا مرت هذه الحكمة لمن يعرفها ويطبقها ولم يقع في أزمة تحوجه إليها، لن يشعر بأهميتها بالنسبة إليه. لكن الحكم على وجه العموم أنها في العادة وفي العموم الجميع يشعر بحاجته الماسة إليها. ثم آخر عبارة في التعريف، من الأقوال والأفعال، لأن الحكمة قد تكون قولا وقد تكون فعلا وعملا. والحكمة التي يعرفها العلماء عندما مثلا، من أشهر التعريف للحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وهناك تعريف أيضا اشتهر لابن قيم الجوزية أنه قال هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أنتم تلاحظون أن التعريف الأول والثاني كلاهما تقريبا حول الفعل من أفعال الحكمة وليس في القول، وإن كان القول جزء من الفعل، لكنها أول ما ينصرف الذهن إلى أنها في الأفعال. فعل ما ينبغي، الشيء الذي يحسن بك في أقل الأحوال، لأن كلمة ينبغي تصح أن تقال في المستحسن وفي الواجب. فعل ما ينبغي كما ينبغي، يعني على الوجه الأكمل وفي الوقت الذي ينبغي. وهذا يدلك أن الأفعال
فيها ما ينبغي وفيها ما لا ينبغي، هذا أول شيء. الأمر الثاني أنها لها صفة كمال ولها صفات نقص، نفس الفعل أن تؤدي الصلاة، وكان يؤديها أبو بكر. هل أداؤك للصلاة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أداء أبو بكر الصديق للصلاة هو كما ينبغي على أتم وجه. لاحظتم يا إخوان؟ في الوقت الذي ينبغي، فأداء الصلاة في آخر الوقت مقبولة، لكن ليست هو أتم ما ينبغي، أو أداؤها بعد خروج الوقت هذا ليس مما ينبغي، خرج تماما عن دائرة المقبول. وبالتالي هذا تعريف الحكمة، أو تعريف آخر الحكمة، لكنها تخص الفعل من أفعال الحكمة. أما إذا أردنا نعرف الأقوال، أقوال الحكمة، وهي في الحقيقة التي معنا في الكتاب، التي معنا في الكتاب أقوال، فإننا نشتق التعريف من التعريف الأول، ونقول هي الكلمة التي تدعو للعمل بالحق والفضيلة. الكلمة التي تدعو للعمل بالحق والفضيلة. وأنتم تلاحظون من تعريف أقوال الحكمة أنها تدعو للعمل، أنها تدعو للعمل، وهذا في الحقيقة أحد أهم أسرار الحكمة، أنها تدعو للعمل. هناك في الحقيقة عدد من القواعد حول الحكمة، أحببت أن نبدأ بها قبل أن نبدأ بالكتاب لتتم الفائدة بإذن الله تعالى، فنبدأ بها بإذن الله تعالى، وهي ليس لدي طابعة فكتبتها في الجهاز. نعم، الحكمة الأولى أو القاعدة الأولى، الكلام عن فطرية الحكمة. انتبهوا يا إخوان، الشيء الغريب في الحكمة أن كل العقلاء يقبلونها، صحيح ولا لا؟ نحن نسمع الحكمة الصينية فنقبلها ونفرح بها، ونسمع الحكمة الإنجليزية فنفرحها ونكتبها ونعلمها، وكذلك بقية أمم الأرض إذا سمعوا كلمة الحكمة الجميع يقبلها. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمرين جيد، يدل على أشياء كثيرة، لكن نريد أن ننبه على أمرين. الأمر الأول أن الفطر سوية، فطر الناس سوية، وإلا ما اتفق الجميع على قبول الحكمة ممن جاءت. هل تجد أحد يخالف في أول حكمة سنقرأها، وهي أن الحكمة ضالة العاقل، حتى لا نقول المؤمن لأننا نريد أن نجعلها عامة، الحكمة ضالة العاقل، أن وجدها أخذها، هذا لا يخالف به أحد. لماذا؟ لأن العقل الذي هو أحد دلائل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، شاء الله عز وجل أن تكون فطرة سوية تقبل الحق والفضيلة وتحبها وتسعى إليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حتى الذي يكفر هذا في الحقيقة رين على أصل الفطرة، والدليل على ذلك، الدليل على أنه حتى بكفره لم تتغير فطرته، أنه إذا رأى أدلة الحق أخذ بها وأسلم وآمن. لو أن الكفر يغير الفطرة ما كان أسلم أحد من الكفار، حتى صناديد أهل الكفر إذا لم يحل بينه وبين الإسلام عناد، إذا رأى أدلة الحق قبلها. وأما المعاند فهو يعرف الحق ويدرك أنه الحق، لكنه ينصرف عنه
إما عنادا واستكبارا كإبليس، وإما تقديما لعاجل الدنيا على آخر الآخرة، رئاسة أو مال أو ما شابه ذلك. لكن الجميع إذا رأى أدلة الحق الناصعة يؤمن بها ويصدق بها ويعرف أنها تدل على الحق. هذا يدل على أن الفطر ثابتة في قلوب الناس، الفطرة السوية التي خلق الله الناس عليها. طبعا الكلام عن المكلفين من العقلاء، وأما من ليس مكلف كالأطفال الصغار أو مختلي العقل فهؤلاء خارجين عن هذا الحديث. فأول قاعدة أن الحكمة فطرية القبول، يقبلها كل الناس. أي قلنا الفائدة الأولى أن الناس كلهم أصحاب فطرة سوية. الفائدة الثانية أن الحكمة فطرية ولذلك قبلها كل الناس. إذا كانت الحكمة يقبلها كل الناس، بماذا تميز الحكيم إذن؟ بأنه هو الذي يصوغ الحكمة، هو الذي يدل الناس على الحق والفضيلة. لاحظتم يا أخوان، الذي يميز الحكيم أنه أقدر من غيره على إدراك موطن الحق وموطن الفضيلة وإن اشتبهت على كثير من الناس. فإذا بينها تتابع الناس على قبولها والفرح بها. فالذي يميز الحكيم عن غيره وقلة أهل الحكمة الحكماء أنه يميز موضع الحق والفضيلة ويدل الناس عليها. انتبهتم؟ طيب، قاعدة ثانية، الحكمة حكمتان، حكمة بشرية وحكمة ربانية. وكل حكمة بشرية هي في الحقيقة حكمة ربانية، وليست كل حكمة ربانية حكمة بشرية. الحكمة البشرية ما هي المقصود بها؟ المقصود بها التي يتوصل إليها البشر بعقولهم، يدركها البشر بعقولهم ويوفق إليها الحكماء من البشر، وعندهم الأدلة العقلية التي تدلهم على أن هذه حكمة وعلى موطن الحق وعلى موطن الفضيلة، فيدلون الناس على موطن الحق والفضيلة بأدلة الحق والفضيلة. أما الأدلة الحكمة الربانية وهي أشمل وأعم من الحكمة البشرية، فمنها ما يدركه العقل البشر بعقولهم. طبعا الحكمة الربانية المقصود بها ما جاء في الوحي، ما جاء في الوحي الكتاب والسنة. فهذه الحكمة منها ما يدرك العقل ويدرك البشر أدلته العقلية، وبالتالي تصبح حكمة ربانية وبشرية في نفس الوقت. ومنها ما لا يدرك العقل منفعته له، ما يدرك لماذا جاء هذا الحكم. يعني مثلا زي تفاصيل العبادات، ليش الفجر ركعتين والظهر أربعة؟ ليش كان الوضوء بهذه الصفة ما هو بصفة أخرى؟ حتى بعض الأحكام يعني ربما مكث المسلمون سنين طويلة، لماذا حرم، يختلف حتى الناس في حكمتها، لماذا حرم الذهب والفضة على الرجال وأبيح للنساء؟ لماذا حرمت بعض الأطعمة وأبيحت بعض الأطعمة؟ قد يدرك الناس حكمتها في زمن وقد تخفى عليهم في زمن. فهذه لا شك أنها حكمة، لماذا؟ لأنها كلام الحكيم سبحانه وتعالى، فلا شك أنها حكمة. إن وقفنا وعرفنا واكتشفنا موطن الحق والفضيلة التي دلت عليه هذه النصوص فقد أصبحت حكمة ربانية وبشرية في نفس الوقت. وإن لم نقف على وجه المنفعة فيها فستكون حكمة ربانية صرفة. وهذه الحكمة الربانية لا تكون إلا في نصوص الوحي.
فقط. وما الذي جعلنا نؤمن ونصدق بأن حكمة مع أننا لا نعرف موطن الحق والفضيلة في بعضها؟ لما أيقنا أنها كلام الحكيم سبحانه وتوجيه الحكيم سبحانه، سواء كانت آية قرآنية أو حديثا نبويا، فكلها وحي من الله عز وجل. ومتى آمنا أنها كلام الله؟ لما قامت الأدلة القطعية اليقينية الدالة على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه، وأنه لا ينطق عن الهوى. أدلة النبوة التي تدل على أن هذا نبي حق، وبالتالي أول واجبات الإيمان بنبوته ورسالته التصديق بما أخبر به، ومما أخبر به أنه لا ينطق عن الهوى. فكل ما قاله عليه الصلاة والسلام من القرآن فهو وحي ابتداء ومآلا، ومن السنة فهو وحي إن لم يكن ابتداء فهو وحي مآلا. طيب، القاعدة الثالثة كل الناس يقبلون الحكمة كما ذكرنا، لكن ليس كل الناس يعمل بالحكمة، صحيح؟ الصدق من جاه، كل الناس يقول الصدق من جاه ويبصم بالعشرة أن الصدق صفة حسنة، لكن هل كل الناس يصدقون ولا يكذبون؟ لا. وهذا أحد أهم الفروق أيضا بين الحكيم وغير الحكيم. الحكيم لا يقبل فقط الحكمة، بل يقبلها ويعمل بها. وأما غير الحكيم فإن قبلها فقد لا يعمل بها. تعرفون لماذا؟ مع يعني غريبة، الإنسان إذا تأمل قليلا يقول غريب، كيف الإنسان يقبل أشياء ويصدق بها ثم لا يعمل بها؟ السبب أن الحكيم ليس فقط يقبل الحكمة، بل يقبلها بعمق كامل وبإيمان كامل يجعله يعرف أن مصلحته كلها تكون مرتبطة بعمله بهذه الحكمة. عندما يسمع كلمة الصدق من جاء يعرف أنه لا مصلحة له في الكذب أبدا، حتى ولو كان كما يقال على نفسه، يعرف أن يتقن تماما ويؤمن تماما أن مصلحته الحقيقية ستكون في الصدق. أما غير الحكيم يقول يعني يمكن أنا الآن يمكن الكذب الآن أصلح لي، صحيح الصدق من جاء بس إلا في هذه المرة. يبتدئ يستثني استثناءات لنفسه، لأنه عندما قبل الحكمة لم يقبلها بالعمق الذي وقع للحكيم، فجعله يطبق الحكمة في كل وقت. وهذا أحد أهم الفروق بين الحكيم وغير الحكيم. القاعدة الأخرى ما دي والله رقمها، طيب، أركان الحكمة. ما هي أركان الحكمة؟ يعني من أراد أنه يكون حكيما فعليه أن يستجمع هذه الأركان. أس الحكمة الأكبر الاعتدال. لن تجد حكمة إلا وقد قامت على أساس وهو الاعتدال. لا يمكن تجد حكمة مالت إلى اليمين أو إلى الشمال إن لم تكن معتدلة تماما على الشعرة كما يقال، فلن تكون حكمة كاملة وصحيحة. فأساس الحكمة الأكبر هو الاعتدال. طيب، ومددها يعني كيف تحصل الحكمة؟ من أين تحصل؟ من طول التأمل والتفكر.
طول التأمل والتفكر. لن يكون الحكيم حكيماً إذا كان آراءه وأفكاره بادي الرأي، كل ما جاله شيء لقطه مشى. إن لم يكن طويل التأمل والتفكر لن يكون حكيماً. فمدد الحكمة هو طول التأمل والتفكر. ما هو محك الحكمة؟ بمعنى ما هي وسيلة اختبار الحكمة، وهل هي حكمة حقيقية أو ليست حكمة حقيقية؟ هو العمل بها، العمل بها. لأن بعض الحكم قد يدل العمل بها على أنها كانت ينقصها بعض القيود، وهذا لا يتبين إلا إذا نزلت إلى أرض الواقع. يعني بعض الحكم تكون مثالية لا تتكلم عن الواقع ولا تنفع للتطبيق في أرض الواقع. قد يغيب على الإنسان هذه الأمور الواقعية، عندما يستغرق في تأمله يطلق حكمة تسمعها فهي جميلة، لكن إذا جئت تطبقها ولا يمكن تطبق. فالذي يبين صواب الحكمة أو يقيدها ويبين طريقة تطبيقها الصحيحة هي العمل بها. طيب، وما هي ثمرتها؟ ثمرة الحكمة التمييز بين الحق والباطل، بين الفضيلة والرذيلة. ثمرة الحكمة التمييز بين الحق والباطل والفضيلة والرذيلة، وهي أعظم فضيلة وأعظم ثمرة، ولذلك امتن الله عز وجل بها وبين أنه يخص بها بعضا من عباده عندما قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مع أن العلم كله هو أصلا من عند الله عز وجل، لكن الحكمة أعلى العلم، الحكمة هي أعلى العلم، وهي الملكة التي من خلالها يميز بين الحق والباطل. كيف تصوغ الحكمة؟ كيف تصوغ الحكمة؟ عندك فكرة جيدة كيف تصوغها؟ سنبين لكم الآن أحد الطرق التي تعين على صياغة الحكمة بذكر عبارتين تؤدي نفس المعنى، لكنكم ستلاحظون أن العبارة الأولى ليست حكمة مع أنها صحيحة، والعبارة الثانية هي الحكمة. عندما أقول الصدق شيء جيد، وعندما أقول الصدق منجاة. الصدق شيء جيد، هذه في أحد يخالف في صحتها؟ صحيح. حكمة ليست حكمة، يعني حتى الطفل الصغير يعرف أنه الصدق شيء جيد. ليش كانت الثانية هي لها لذة ولها دلالة ونعتبرها حكمة دون الأولى؟ نعتبرها وإن اعتبرناها حكمة فهي حكمة ساذجة بسيطة. لماذا؟ تأمل، بيّنت الثمرة والعاقبة، بمعنى أنها دلتك على المصلحة المتحققة من خلال العمل بالصدق. وأنت تلاحظ أنها أصبحت حكمة لما دعتك للعمل، أصبحت داعية للعمل بها. ولذلك قلنا أنه هناك ارتباط وثيق بين الحكمة والعمل بها. أما الكلام الخيالي
المثالي فهذا قد يكون بعضهم نافع وقد يكون بعضه غير نافع ومضر. وهذا أحد أهم الفروق بين حكمة الأنبياء والرسل وحكمة الفلاسفة. حكمة الأنبياء والرسل حكمة واقعية يمكن أن تطبق في أرض الواقع. مدينة الأنبياء الفاضلة طبقت في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، فكان المجتمع النبوي هو المجتمع المثالي الذي لا تعرف البشرية خيرا منه، لكنه واقعي، فيه من يذنب وفيه من يعصي وفيه من كذا، وطبقت الحدود على بعض الصحابة، واقعي، لكنه أفضل صورة يمكن أن يصل إليها البشر. لكن المدينة الفاضلة حقت منه الفيل أفلاطون والثاني الفارابي صاحبنا، هذه مدينة إيش؟ مثالية خيالية لا علاقة لها بالواقع. وهذا أحد أهم الفروق كما ذكرنا بين حكمة الأنبياء والرسل التي يمكن أن تطبق في أرض الواقع، بل هي جاءت أصلا من أجل أن تطبق في أرض الواقع ومن أجل أن تهدي الناس، وبين حكمة الفلاسفة. طيب، العلاقة بين الحكمة والعمل بها سبقت بعض الإشارات، لكني أريد أن أبين أن الحكيم الذي يحسن القول ويسيء العمل كالمتنبئ الكاذب تماما. الحكيم الذي يحسن القول ويسيء العمل كالمتنبئ الكاذب، كما أنه لا خير في نبوة النبي الكاذب المتنبئ الكاذب، فلا خير في الحكمة التي صدرت من شخص لا يعمل بالحكمة، لأننا كما ذكرنا سابقا لا يمكن أن تثق بالحكمة إلا إذا خالطت هذه الحكمة الواقع. بل الحكمة إذا لم تخالط الواقع، يعني أو بعبارة أخرى الحكمة كالماء الزلال. الماء الزلال وهو يجري في النهر جميل المنظر، لكنك إذا استخدمته في إزالة نجاسة عزكم الله عندها شعرت بفائدته وعندها انتفعت به، وهو جاري منظره جميل، لكنك لن تستفيد منه إلا إذا أخذته وعملت به، أخذته واستخدمته. قد يتقذر بعض الأحيان ببعض القذارات هذا الماء الزلال، كذلك الحكمة قد يشوبها بعض القيود إن صح التعبير، لكنها تزداد قداسة وتزداد طهرا إذا خالطت الواقع. أما القداسة المطلقة التي لا يمكن أن تخالط الواقع فهذه مثالية كما ذكرنا، لا قيمة لها ولا وزن. هناك حقيقة قواعد عديدة لكني أظن يتجاوز بعضها. طيب، نتجاوز هذه بعض القواعد الأخرى وندخل الآن في أحاديث هذا الباب، وسنقرأ أولا الحديث الثاني لأنه حقيقة ألصق بحديث الباب، وهو الحكمة ضالة المؤمن. الحديث في صحته خلاف، ولم يصح ولا من وجه، يعني بأسانيده المتفرقة لا يصح، لكن من صححه بمجموع طرقه فله وجه، فلقوله وجه، خاصة أنه صح عن زيد بن أسلم مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وزيد بن أسلم تابعي ثقة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن. وأيضا صح عن موقوفا عن سعيد بن أبي بردة وهو أحد ثقات التابعين، جده أبو موسى الأشعري، سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو تابعي ثقة، صح أنه قال: كان يقال الحكمة ضالة المؤمن. فيدل هذا يعني إن لم تكن حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، ففي أقل الأحوال كما ذكرنا سابقا أنها ثقافة إسلامية أصيلة. هذا التابعي الثقة يقول كان يقال، يعني أدرك الصحابة يقولون الحكمة ضالة المؤمن. وأيضا ثبت عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو أيضا أحد التابعين الثقات أنه قال: العلم ضالة المؤمن، والعلم جزء من الحكمة، أعم من الحكمة، فالحكمة أخص من العلم، جزء شريف من العلم. أيضا صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: خذ الحكمة ممن سمعت، خذ الحكمة ممن سمعت، فربما تكلم بالحكمة غير حكيم كالرمية من غير رامي، فربما تكلم بالحكمة غير حكيم كالرمية من غير رامي. هذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي قريبة من العبارة التي يقولها عوام الناس: خذوا الحكمة من أفواه المجانين. والله هي حكمة نفيسة جدا، خذوا الحكمة من أفواه المجانين. طبعا أيضا لها معنى خاطئ ولها معنى صحيح. المعنى الصحيح أن الحكمة تؤخذ من أي أحد بغض النظر عن مصدره أبدا. والمعنى الخاطئ إن تأخذ هلوسات المجنون وتعتبرها حكمة، هذا مو بصحيح. يعني كما مر على الأمة فترة من الجهل كانوا يظنون بعض المجانين أولياء وصالحين، فلان المجذوب وفلان المجذوب، ويتبركون بهم، وهذا يعني قمة التخلف في الحقيقة. الحمد لله أن الأمة نجت من هذه الجهالات، يعني الآن ما أظن في أحد يتبرك بمجنون، فيه إلا مجنون مثله. لكن المقصود بالفعل يعني لها معنى خاطئ، وهو التصور أن المجانين هؤلاء ربما يكونون أولياء، وهذا خلل كبير في الفكر. يعني حقيقة أظل العالم الإسلامي فترة من الفترات هي فترات الظلام في العالم الإسلامي التي كان يتبرك فيها بالمجاذيب ويظن أنهم أولياء الله، وتركوا العلماء الذين هم أولياء الله حقا وصاروا يتبركون بهؤلاء المجاذيب. على كل حال، هذه العبارات تدل على أن الحكمة ضالة المؤمن إن لم تكن حديثا نبويا كما ذكرت سابقا، والقول بقبوله بمجموع طرقه المرسل مع تلك الروايات الموقوفة وما أشبهها بالمرسلة يقوي بعضها بعضا، وربما ارتقى الحديث إلى أن يكون ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نريد أن نقف مع معنى هذا الحديث. أولا، حقيقة المعنى العام بالفعل تدل عليه عموم نصوص الكتاب والسنة، فالحكمة في الإسلام تؤخذ من كل شيء، بل سنبدأ في الحقيقة بأول شيء أنها تؤخذ من الجمادات. ألم نؤمر بأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض ونعتبر به؟ حتى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. نحن أمرنا أن نأخذ الحكمة حتى من الجماد، نستنطق الجماد ونستخرج منه الحكمة، فكيف نرد الحكمة إذا جاءتنا من ناطق؟ من باب أولى. قصة الهدهد مع سليمان دائما ينبه العلماء على أن الهدهد علم سليمان عليه السلام. حيوان أعجم أو طائر أعجم ليس بعاقل يعلمنا القرآن
أنه كان من الحكمة ومن العلم أن علم نبيا من أنبياء الله سليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف لأي درجة الإسلام يحثك أن تتعلم من كل شيء حتى من الهدهد. حث النبي أن يتعلم حتى من الهدهد. قصة موسى مع الخضر أحد الفوائد التي ينبه عليها العلماء: تعلم الفاضل من المفضول. موسى كان أفضل من الخضر عليه السلام عليهما السلام، ومع ذلك أمر بالتعلم منه وبالتتلمذ عليه وبالصبر عليه. بل رأس الشر الشيطان، تعرفون قصته مع أبي هريرة عندما علمه آية الكرسي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. قمة كما يقال اليوم الموضوعية. ما يعني كان من الممكن لو أن هذا الكلام من كلامي أنا أو كلامك أنت، يعني كلام عموم الناس، وجاءه بالشيطان وعلم أحد الناس معلومة صحيحة مثل أن آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله، كان أقول له: اترك الكذاب، ما يجيك من وراء خير، هذا الكلام صحيح لكن ترى هذا ما عليك فيه، صدقك وهو كذوب. فتعلم أبو هريرة رضي الله عنه فضل آية الكرسي من الشيطان. ليش؟ لأنه الحكمة ضالة المؤمن. كل هذه وكثير كثير جدا حقيقة في الكتاب والسنة، القصص والأخبار والدلالات القريبة والبعيدة الدالة على أن المؤمن يسعى خلف الحكمة ولا ينظر ما هو مصدرها، يقبلها ممن جاءت. وهذه في الحقيقة كما ذكرنا ليست خاصة بالمؤمن، بل كل عاقل على وجه الأرض يقبل الحكمة ممن جاءت، لكن إنما يتميز المؤمن بأمرين. يتميز المؤمن على غيره في هذه المسألة بأمرين: الأول أنه أكثر الناس عشقاً للحكمة، ويشير إليه قوله: ضالة المؤمن. إيش هي الضالة؟ الشيء الذي يفقده الإنسان وينادي ويسأل عنه ويسعى إليه. شعور المؤمن دائماً تجاه الحكمة أنها شيء يخصه يفقده، ولذلك تجده كثير السعي شديد الحب والشغف بالحكمة، وهو يتميز بذلك عن غيره. تعرفون لماذا؟ لأنه يعرف أن الحق سبحانه وتعالى لا يقرب المؤمن إليه إلا الحق، فكل حق يضيفه إلى رصيده هو سبيل من سبل الوصول إلى الله عز وجل. وغاية المؤمن في رضا الله لا تشابه غاية أي مخلوق على وجه الأرض. ولذلك عشق المؤمنين للحكمة أعظم من عشق غيرهم. أيضا الأمر الثاني أنه المؤمن الحق، الكلام عن المؤمن الحق، ما هو المسلم المقصر، لا، المؤمن الحق الذي يطبق هذه الحكمة بحذافيرها كاملة، بمعنى أنه بالفعل لا ينظر إلى مصدر الحكمة ويقبلها ممن جاءت ولو من أعدى أعدائه. أما غير المؤمن فتجد أنه إذا جاءته الحكمة من عدوه يصعب عليه أن يقبلها، وقد يرفضها وقد يعاند ويستكبر. أما المؤمن أبدا، كما ذكرنا الشيطان أعدى عدو بني آدم قبلت منه هذه الحكمة. فيتميز المؤمن بالموضوعية التامة في قبول الحكمة، لأنه أكثر الناس اعتدالا وإنصافا، هو المقياس أصلا. الله عز وجل جعل هذه الأمة مقياس وميزان، كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، فنحن الشهود على الناس. هذه الأمة
هي الشاهدة على الخلق وعلى الناس يوم القيامة، وهي المقياس وهي الوسط كما ما ذكرنا سابقا أنه أس الحكمة الاعتدال. فهذه الأمة هي أمة الاعتدال، وبالتالي هي أمة الحكمة. طيب، إذن الحكمة ضالة المؤمن. بينا لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث عنه، لماذا خص المؤمن بهذا الوصف؟ قلنا إنه خص بهذا الوصف مع أن الحكمة مقبولة من كل أحد لسببين. السبب الأول هو أن المؤمن أكثر عشقا للحكمة من غيره وأكثر طلبا لها، والسبب الثاني أنه أكثر الناس قبولا للحكمة بغض النظر عن مصدرها، ويترفع عن النظر للمصدر ما دام أن الحكمة حكمة، وما دام أنها تدل على حق أو فضيلة، ويقبلها ممن جاءته ولا يستكبر عن قبولها من أحد. هذا هو الحديث الأول. إذا بقي للأذان يا أخوان 10 دقائق أخبروني حتى يعني نترك الفرصة للأسئلة بإذن الله تعالى. باقي 1/4 ساعة. طيب نبدأ أجل بالحديث الثاني الأول يعني عندكم في الكتاب، ونقف إن شاء الله ونحاول نختصر فيه. وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح. بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. طبعا أصل الحديث في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية في صحيح مسلم أعطيت 6، وفي رواية 4، ولا فرق، لأنه إذا ذكر العدد لا يعني أنه لم يعط إلا تلك الأمور، يعني كأنه يقول أعطيت أشياء أجلها 5 أجلها 6، فالعدد ليس ما المقصود به الحصر، وإنما المقصود به بيان الأهمية، بيان الأهمية فقط. فنقف أولا مع المقصود من الحديث في هذا السياق، وهو جوامع الكلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام خص بجوامع الكلم. من أهل العلم كما تجدون في الشرح أنه قال المقصود به القرآن، وخصه بالقرآن، ولا شك أن القرآن من جوامع الكلم، هذا لا خلاف فيه. ومعنى جوامع الكلم قبل أن ندخل في بيان هل هي القرآن أو القرآن والسنة معا، جوامع الكلم هي الكلمات اليسيرة ذات المعاني الكثيرة، وباختصار هي الإيجاز. الإيجاز، سئل أحد الأعراب مرة: ما البلاغة فيكم؟ ما البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. وكان جوابه من البلاغة، بدل ما تطيل في ذكر البلاغة وأوصافها وحدودها أوجزها في كلمة واحدة: الإيجاز. البلاغة هي الإيجاز، خير الكلام ما قل ودل. وهذا ما تتميز به لغة العرب. العرب من أكثر الناس عشقا للإيجاز. طبعا نقصد بالعرب العرب الفصحاء، مهم كل واحد يتكلم اللغة العربية، العرب الفصحاء الذين نزل القرآن عليهم. ولذلك بالفعل تجد أن كلماتهم معدودة الأحرف كثيرة المعاني، ولولا أنهم كانوا كذلك ما تحدوا بالقرآن. يعني ليس من التحدي أن تأتي مثلا لأمة تجهل الطب وتقول: أنا أتحداكم تأتون بطب مثل طبي. طيب أن تعرف أنهم جهل، هذا ليس بإنصاف، تعلم للشيء الذي يحسنونه وتحداهم به. فلما تحدي العرب بالبلاغة التي في القرآن دل ذلك على أنهم أعظم الأمم في البلاغة، وهم كذلك. فالحكمة أو جوامع الكلم
المقصود بها الكلمات اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. وأما أن كتاب الله من جوامع الكلم فلا شك في ذلك، وهو في هذا السياق لا شك أنه في هذا السياق المقصود به القرآن. فالذي خص به النبي عليه الصلاة والسلام دون بقية الأنبياء هو القرآن الكريم. أما أن يقول الإنسان كلمات يسيرة ذات معاني كثيرة فهذا موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام وموجود عند غيره، يعني الحكمة عموما حتى عند المشركين موجود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص بمزيد جوامع الكلم، يعني أنه أقدر البشر على أن يتكلم بكلام ذي أحرف يسيرة ومعان كثيرة. لكن ليست كل سنة، يعني ومعنى ذلك أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو من جوامع الكلم، وهذا لا شك فيه. مثلا الحديث الذي ابتدأ به المؤلف كتابه القضاعي، طبعا ليس هنا في المنتقى وإنما في أصل الكتاب بسد الشهاب، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا أحد أشهر جوامع الكلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث المشهور الذي ابتدأ به الإمام البخاري صحيحه، وابتدأ به القضاعي كتابه، وابتدأ به النووي أربعينه الشهيرة التي هي في جوامع الكلم. الأربعين النووية هي أيضا في جوامع الكلم. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها في قمة الفصاحة والبلاغة، هذا لا شك فيه، لكن منها ما هو من جوامع الكلم ومنها ما هو ما ليس من جوامع الكلم. فحديث قصة الأقرع والأعمى والأبرص حديث طويل، لا يمكن يكون هذا من جوامع الكلم. نحن قلنا جوامع الكلم شرطها أن تكون ألفاظ يسيرة ذات معاني كثيرة، حديث في صفحة ونص هذا ما هو ألفاظ يسيرة، صحيح ولا لا؟ قمة الفصاحة صح، يعني فرق بين أن تقول كلام فصيح جميل وبين أن تقول هو من جوامع الكلم. جوامع الكلم وصف خاص في البلاغة، يعني ليس كل كلام بليغ من جوامع الكلم. جوامع الكلم لابد أن تكون كوصف، كاسمها جوامع الكلم، يعني كلمات يسيرة تجمع معاني كثيرة. وعلى هذا تكون السنة النبوية منها ما هو من جوامع الكلم ومنها ما ليس من جوامع الكلم، مع كون جميع السنة النبوية حكمة وفصاحة وبلاغة، بل كلام النبي عليه الصلاة والسلام أفصح كلام للبشر، أفصح كلام بشري حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعود مرة أخرى إلى، ولا كم باقي من الوقت؟ انتهى؟ طيب أجل نقف هنا ونسمع الأسئلة إذا في هناك أسئلة، الله يسلمكم. طيب في بعض الحديث نجد السين بالقوسين، وهي طبعا كلام الشارع، نعم وميم هي يمكن كلام المنتدى أعتقد، ما أدري والله الرموز هذه كيف المناوي والسجن الماسي، إيه ممتاز. إذن ميم للمناوي شارح الكتاب أيضا، والسجن الماسي سين، أحسنت. طيب في شيء آخر كان ينبغي حقا يذكر هذا في مقدمة الكتاب حتى يكون واضحا؟ نعم كيف؟ لا لم نقل أركان الحكمة، نحن ذكرنا الاعتدال أس الحكمة، وذكرنا أن محكها التجربة، وأن مددها طول التأمل والتفكر، يعني هذه من أركانه، هذه كلها أركانه، المدد والمحك والأساس والأس. طيب الاعتدال هو الوسطية، نفس الشيء، الاعتدال لا يكون الأمر معتدلا إلا أن يكون وسطا. طبعا المقصود بالوسط الوسط الحق
لأن يعني مشكلة الوسط عندما لا يفهم فهما جيدا قد ينحرف الإنسان غاية الانحراف ويظن نفسه الوسط. فمثلا الخوارج الذين كانوا يكفرون الأمة كانوا يظنون أنفسهم هم الوسط، وتجد كثيرا من الناس يجعل نفسه هو المقياس، فمن زاد عليه في التدين اعتبره متشدد، ومن نقص عن حاله في التدين اعتبره متفلت ومنحل، فجعل نفسه هو الوسط، وهذا مو صحيح. الوسط هو النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وسيرته، فما وافق سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فهو الوسط، وما خالفه بتشدد فهو غلو في جانب التشدد، وما خالفه بتفلت وانحلال فهو تفلت وغلو في الجانب الآخر. الغلو ممكن يكون بالتشدد وممكن يكون بالتساهل. وحتى ندقق أكثر، معلش يعني هذا شيء مهم، ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قسمان، يعني سنته وما ننسبه إليه من الأحكام قسمان. قسم نقطع أنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، وهذا نقطع أنه من الاعتدال والوسط، وقسم يختلف العلماء فيه وهو ظني في نسبته إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يمكن أن نقسم الناس على أساسه إلى متشدد ومتساهل. أضرب مثالا، الوتر مثلا في خلاف في وجوبه، صحيح الحنفية يرون أنه واجب، وبقية الجمهور أهل العلم يرون أنه مستحب. لا يحق للحنفي يصف الشافعي والمالكي والحنبلي بأنهم متساهلون لأنهم لم يوجبوا الوتر، ولا يحق لهؤلاء الأئمة الثلاثة ومن اتبعهم أن يصف الحنفي بأنه متشدد لأنه أوجب الوتر. لماذا؟ لأن المسألة ظنية في نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. إنما يوصف الناس بالتشدد والتساهل وفق الأمر اليقيني في نسبته للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام، نبي الإسلام القطعي. أما الأمر الظني إذا أدخلنا عليه التقسيم صار كل العلماء متشددين ومتساهلين. كل من خالفني في مسألة بإباحة قلت عليه متساهل ومنحل، وكل من وافقني أو خالفني بأمر أشد من رأيي أصب أنه متشدد وغالي وما إلى ذلك. لا، وإنما يقتصر على الأمر اليقيني. إذا المقياس والوسط والنبي عليه الصلاة والسلام. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هي لا شك أنها نزلت طبعا في الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يتمنون الجهاد، فلما فرض الجهاد بعضهم توقف أو خشي، فنزلت هذه الآية في ذلك. الآية عامة فتحمل على عمومها على كل من ادعى رغبته في شيء أو أنه سيعمل بشيء فلما حان وقت العمل به تخلف عن العمل به، يصح أن تطلق على كل من حصله مثل هذا الأمر. لكن حقيقة ينبغي أيضا أنه ينبه إلى أمر، وهو أن هناك فرق بين الزلة التي تقع من الحكيم وبين العادة. يعني المؤمن قد يخطئ ويزل ويذنب ويعصي، ولا يخرج ذلك من كونه حكيما، وإلا ما كان في باقي أحد حكيم. وإنما الذي يخرجه من الحكمة هو أن يصبح غالب شأنه ترك العمل بالحكمة. أما إذا كان غالب شأنه العمل بالحكمة فما زال مستحقا لوصف أنه يعمل بالحكمة، نعم، وأنه حكيم. طيب، العزال يعني الانجماع الانعزال، نعم نعم. أحسنت، في تكمل الحديث، أي في تكمل الحديث
وردت بلفظين في الحقيقة. اللفظ الأول: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها. واللفظ الثاني عند الترمذي: الحكمة ضالة المؤمن فهو أحق الناس بها، فهو أحق الناس بها. بالمناسبة الترمذي أشار إلى ضعف الحديث عندما تعقبه بقوله حديث غريب، تعقب هذا الحديث بقوله غريب. والترمذي إذا وصف حديثا بالغرابة فقط ولم يتبع الغرابة بوصف صحة أو حسن دل ذلك على ضعفه عنده. طيب، في شيء آخر قبل الأذان؟ نعم. نعم. لم ألاحظ من خلال هذا شيئا من التعارض. المقصود أن الحكمة الربانية التي ينزلها الله، يعني الحكم الإلهي، كل أحكام الله حكم، وكل أخباره حكم سبحانه وتعالى. فحكم الله أو خبره لا بد أن يكون حكمة، لأنه كلام الحكيم سبحانه وتعالى. فإذا أدركنا موطن دلالة الحق والفضيلة فيه أصبح حكمة ربانية وبشرية في نفس الوقت، لأني أصبحت أدرك المصلحة. يعني لو لم يأتي النص لاستطعت أن أصل إلى هذه الحكمة. كلها، حتى الحكمة التي أنا جبتها مو من الله عز وجل، هو الذي أعطاني العقل وهو الذي دلني وأعانني، توفيقه من الله عز وجل، كلها من عند الله عز وجل. لكن المقصود أن في جزء أدرك فيه موطن الحكمة وشيء لا أدرك فيه موطن الحكمة. الشيء الذي أدرك فيه موطن الحكمة ودلالتها على الخير والحق، هذه يصح أن نصفها بأنها بشرية، بمعنى أني أنا عرفت أنها حكمة وإن كان مصدرها في الأساس من الله عز وجل. وما لا أدرك فيه ذلك وأسلم فيه لحكم الله فهذه حكمة ربانية ليست بشرية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.